لو الحكاية فيها إن فيجو نتمنى من الله، مش عايز أقول متوقع، نتمنى من الله تطلع على أعلى نسبة مشاركة غير منوفية، نتمنى من الله. حضرتك عايزين نعرف ايه سبب الهدوء الموجود دلوقتي والحياه موجوده السعيده في جميع اللجان تقريبا، يعني في اغلبيه اللجان الموجوده في المنوفيه. هدوء يعني انت شايف مفيش اقبال يعني قوي؟ اه مفيش اقبال عالي زي بدايه العمليه الانتخابيه الصبح. اعتقد يمكن عشان درجه الحراره مرتفعه شويه، اعتقد يمكن على الساعه 1 الناس كلها تنسى ان شاء الله.